استار، واسترها يا رب دايما. شكرا لهذه الملحمة، ملحمة شعبية من أهالي دمنهور والشباب دمنهور. زي ما حضراتكم شايفين، ركز على الشباك اللي فيه السيد، بصوا بيعملوا الأهالي، الأهالي بيتحملوا، هما طبعا عايز ينقذ الناس بأي شكل. طلعوا جريوا للشقق اللي جنبها، الحق هات الأسرة ديت، انزلوها بسرعة. طبعا الست اللي هتشوفوها دلوقتي وهي بتقع قدامك اهو، ركز على الفيديو ده، ركز على الفيديو ده، هوريهولك دلوقتي. النار تقترب، طب الحق هات الست دي قبل النار ما تقترب منها، الحقوني. بص وقعت، يا ستار يا ستار، كرم ربنا، وقعت على ايه؟ عند اليافطة دي. بص اليافطة اللي تحت على طول اهي، طلع واحد شجاع، جري جري سلم سلالم، اطلع اطلع اطلع، هات الست دي من فوق. ده كرم ربنا، الست دي لو نزلت على الارض تقريبا خمس ست ادوار كانت ماتت، ولكن هي الاعمار وكرم ربنا معانا ومعاها ومع كل اهالي دمنهور. الشاب الجميل ده محترم طلع جري، يلا هاتوا الست، والشباب تحت ماسكين السلم عشان السلم ده ما يروحش شمال ولا يمين، لو راح شمال ولا يمين هما الاثنين هيقعوا. شباب دمنهور ملحمه منهم بصراحه، اللي انا بحييهم انهم عملوا كده. طيب خلينا اسمعكم الفيديو، خلينا اسمعكم عشان تحس باللي حصل النهارده، يلا. أمور وطبعا الحق وكلموا المطاف، وفين المطاف؟ المطاف جايه، ما احنا سامعين سيرة المطاف، يعني هو بيقول لك الحق طبعا، كلم المطاف والمطاف في الطريق. وانا بس يعني بنسمع الفيديو ونشوف التعليقات الناس والانقاذ، والحقوا الست ديت، هاتوا المطاف المطاف، بنسمع سيرة المطاف وهي في الطريق لاخماد هذا الحريق. تاني بقول ولكن عندنا شجاعه وعندنا سرعه تحرك عشان ايضا يعني قدر ربنا ولطف ربنا انه الانابيب كلها يعني ما انفجرتش. ومعانا زميلتنا اسماء ناصر مراسله موقع صدى البلد الموجوده دلوقتي في المكان. هل اسماء معانا ولا لا؟ طيب هنجيب اسماء عشان اسماء حاليا امام داخل او امام هذه العماره عشان تشرح لنا ايه اللي بيحصل الان، ايه اللي تم. وبقول لحضراتكم انه التحرك السريع وكمان ملحمه الاهالي انهم ما خافوش من النيران، ولكن عايزين زي ما احنا بنشوف كده تحت او فوق، يعني في الشارع مالين الشارع او موجودين فوق في الشقق عشان عايزين ينقذوا الاهالي اللي بدات النار تقترب من الشقق بتاعتهم.